فعلا ماكو يعني ما عندنا مشكله دكتور عبد الرحمن. يعني حكينا انا وياك اكثر من مره من يوم صارت العقوبات على المصارف، او هالمره صارت على فلاي بغداد، وطلع الرجال ابو فلاي بغداد قال يا جماعه احنا حتى امريكان ننقل، احنا حتى زين هذول اللي عندهم تعامل ويا الامريكان هيك يسوون بيهم يدقون بيهم الناقصه. طيب على قضيه الموانئ العراقيه شنو الخطر؟ على قضيه هذا الترانزيت شلون تنظر له انت؟ ثاني يوم احنا نروح نشكل وفد ونروح الايران يعني بطريقه تشبه الالتفاف على العقوبات. هو يشبه الالتفاف برايك على العقوبات؟ لو لا والله احنا ناس اهل سياده، وش دعوه هالتحسس من نصر الحركة الاتجاه الإيران؟ ايش دعوة هالتحسس؟ شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك وإلى الأخ العزيز أستاذ ميثم وإلى كل المشاهدين الأكارم. أنا يعني خليني أختلف مع أستاذ ميثم، يسمح لي، هو الناطق الرسمي باسم وزارة النقل. يعني بالتأكيد ما تحدث به صحيح، يعني أتفق مع الجانب الأكبر منه بما يخص السيادة، لكن أنا أعتقد أنه هذا الموضوع ربما هو مو التفاف فقط وإنما استفزاز للجانب الأمريكي، لأنه إحنا نتحدث عن ترانزيت، ما نتحدث عن تجارة بين بلدين. ما نتحدث بين التجارة بين العراق، تسهيل التجارة بين العراق وبين إيران، يعني هذا أمر آخر. طالما نتحدث عن ترانزيت معناته إنه العراق سيكون معبر للتجارة بين إيران وبين دول أخرى، وبالتأكيد راح تكون باتجاه سوريا، وبالتالي أنا أعتقد إنه هذا الاستفزاز الذي ممكن أن يكون للجانب الأمريكي. يعني الترانزيت هيك نفهمه احنا، انه التجاره تمر عبر الدوله باتجاه دول اخرى، فبالتالي انا اعتقد انه يعني بتقول باتجاه دول اخرى اذا اذا خاصه اذا اذا فقط بخصوص ايران هم ماكو مشكله؟ لا هو من ايران باتجاه وين راح يكون؟ حتما باتجاه سوريا ولبنان، يعني لازم يمر، او باتجاه السعوديه ما يخالف، باتجاه لازم يكون. الاحوال العراق راح يكون معبر، هو اكو هيك مشروع من سنوات انطرح هذا الموضوع، لكن ان يتزامن بهذا التوقيت، وخاصة أن الرئيس الأمريكي مشدد في هذا الموضوع، إحنا يوميا نسمع على تهديد سيتم استهداف، يعني البارحة كان هو يهدد، هذا قرار حكومة برأيك؟ سيعيد القصف كرة أخرى. هذا قرار حكومة، يعني إحنا عندنا مستشارين إحنا عندنا مستشارين اقتصاديين كبار، يعني ما عندنا بس مظهر محمد صالح. أنا أعتقد أنا أعتقد أنه أكو جدول أعمال، وربما هذا البرنامج كان متفق عليه سابقا، يعني كان ممكن تأجيله، أو الزيارة راح تكون روتينية، يعني مو بالضرورة تأتي، يعني راح نوقع اتفاقات وراح نسمح، يعني ربما راح يعتذر الجانب العراقي عن إمكانية تسهيل المرور خلال هذه الفترة لحين يعني تخفيف الأجواء، وإلا ترى الرئيس الأمريكي يمتلك صلاحيات أن يعاقب بدون أن يرجع لا مجلس الأمين ولا أمم متحدة ولا أي دولة أخرى. هسه الحمد لله الرئيس الأمريكي أكو أخبار تقول حاليا هو الرجل وصل لمرحلة متأخرة من الزهايمر ومخرف، بس إحنا خايفين له واحدة من قرارات الخريفة تأخذنا للبنك المركزي، تأخذنا للموانئ. الأمريكان مو شخص اللي يدير، وإنما مؤسسة. هذه القرارات حتى إذا يروح البايدن اللي يجي بعده، حتى إذا كان من الجمهوريين، هو راح يعمل يكمل المسيرة، يختلف بعض الشيء لكن يكمل نفس المسيرة، خاصة في العلاقات الخارجية. أبدا هذا الموضوع مو اليوم مرسوم، وإنما من سنوات، من عقود طويلة. بالتالي شوف، إحنا واحدة من الأمور اللي دا نتغافلها كثيرا، ترى إحنا ما طلعنا من الفصل السابع، أبدا ما طلعنا من الفصل. العراق أوفى بالتزاماته بما يتعلق بتعويضات الدول، وذكر البيان مجلس الأمن بوقتها في عام 21 أعتقد أو 22 أنه العراق أوفى بالتزاماته بما يتعلق بالتعويضات للكويت وللدول الأخرى اللي بلغت 52 مليار و400 اعتقد، لكن لم يشير الى انه خروجه من الفصل السابع، وبالتالي ممكن لاي سبب من الاسباب نرجع الى الفصل السابع. الله الساتر. اذا القضيه تخوف.